السلام عليكم ورحمة الله الأخوات، عيدكم مبارك سعيد، ومرحبا بكم في فيديو جديد اللي غادي نشارك معكم فيه هاد الآلة اللي خديتها من بيم، تجربتي معها وواحد لارتيكل حتى هي خديتها من بيم. فكنتمنى لكم فرجة ممتعة ويكون فيديو مفيد لكم، حتى اللي باغا تاخذ هاد لي زارتيكل تاخذهم وهي مرتاحة وعارفة اشنو غتقدر دير بهم. ففرجة ممتعة ومرحبا بكم. بالنسبة لهاد الآلة المفرمة ديال الفرماج، واللي ما غادي تستخدموهاش ما تستخدموهاش غير في الفرماج، في بزاف ديال الحوايج غنذكرهم معكم. بالنسبة للثمن ديالها راه كان واضح في الأول ديال الفيديو، هو 40 درهم يعني 39.90. فيها جوج ديال المواس الرقيق والغليظ. المهم صراحة زوينة، عملية، عجبتني، كنت مترددة أنا في الأول لأن حتى شي واحد ما نصحني بها، وقلت نزعم ناخذها 40 درهم ماشي مشكل. والأخوات اللي مترددة يعني من الفيديو إلى كتاب وشافتو تاخذها أو لا، حيت راه باقا موجودة في بيم. بالنسبة للماس ديالها كيف ما كتشوفوا الرقيق والغليظ، صراحة أنا عجبتني شخصيا، عجبتني، ما ندمتش حيت خديتها. بالنسبه للرقيق هو اللي غنستخدم دابا، صراحه ما كيبقاش داك التكرفيس وداك ديال حكي هنا وعاد ديري هنا. المهم انتم غتشوفوا معايا الفيديو وغتفهموني علاش كنهضر. بالنسبه لطريقه الحلان ديالها، كتحلوها من هاد كتجرب بحال هكا، كتحيدوا دوك اللعيبات اللي كيدخلوا في ديك المربعات اللي تما، صافي كتحيد وكتنصلوا هاد الموس هذا الا بغيتوا تبدلوا الموس اولا بغيتوا تغسلوها، وكتعاودوا تركبوها بنفس الطريقه. خصكم تجيبوا دوك الكروشيات هكا في ديك المربعات وكتدوروها بحال هكا، صافي وكتولي خدامه عادي، وهي كدور كيف ما كتشوفوا. انا غادي نجرب معكم دابا الفرماج لان غندير اصلا بيتزا، غادي نجرب معكم. المهم كتحاولوا تقطعوا الحاجه اللي نتوما بغيتوا تحكوها، الا كانت هكا كبيره تقطعوها على القياس ديال هاد البلاصه هادي، صافي وكتدوروا هاد اللعيبه هادي، كتبقاو تضغطوا بيديكم وفي نفس الوقت كتحكوا، كتجي بحال الطحانه ديال الكفته. مهم جاتني رائعه، انا اختصاصت لكم حتى على الفرماج، كتخرجوا رقيق هكا وكيبان لكم كثير هانتوما كي كتشوفوا، وصراحه سريعه. تهنيكم ديك التماره ديال الحك هنا وعاد وزع هنا، مهم هانتوما غتشوفوا معايا. وكيف ما قلت لكم بالنسبه يعني تقدروا تستخدموها غير هي وتجيبوا الفرماج اللي غتحكوا على البيتزا مباشره، يعني ما توسخوا معنات ما حتى شي حاجه، تبداو توزعوا الفرماج على البيتزا، على الكغاتان، على اي حاجه بغيتوا، على لي سالاد الا بغيتوا ديروا الحكاكه الغليظه، يعني عمليه بمعنى الكلمه. انا عجبتني هكا، وزعت الفرماج مباشره وصافي، وغير هي بوحديتها كتغسليها صافي. وهنا جربت معكم حتى الثومه، خديت غير ثلاثه ديال الفصوص، ما بغيتش نضيع بزاف. المهم بالنسبه لهاد الاله عمليه ملي كتكون عندنا مناسبه وكيكون عندنا بزاف ديال الثومه اللي غنبغيو نحكوها، يعني هكا عمليه، كديري بزاف ديال الفصوص ديال الثوم وكتحكيهم في رمشه عين دقه واحده. المهم عجبتني في هاد القضيه، جربتها قلت ربما تكونوا محتاجين هاد المعلومه، تعرفوا واش كتحك الثومه ولا لا، وجربتها لكم كيف ما كتشوفوا، ها هي النتيجه.
وهنا قلت علاش لا ما نجرب حتى الشوكولات. بالنسبه لي كيك ولا تزيين اللي كنبغيو نزينو هكا بالشوكولات جاتني نتيجه رائعه. البنات في نفس الاله كنت دايره فيها الثومه ديجا، راه غتشوفوا داكشي بيض نازل، راه غير الثومه هذيك ما غسلتها ما والو، بغيت غير نجرب معكم جوج حبات ديال الشوكولات. المهم النتيجه عجبتني بزاف، يعني في عوض ما تبقاي توزعي هكا بيدك ولا ديك الحكاكه كتشتت لك كلشي، هادي كتبقي تحطيها فوق الكيك ولا فوق داكشي اللي بغيتي تزيني وكتحكيها يا بالرقيقه يا بالغليظه. النتيجه عجبتني بزاف، جا الشكلاط هكا جا ديكور زوين.